عليكم. اليوم مع وصفات مويد ان شاء الله، واش راح نشوفوا؟ واحد الوصفه خفيفه حنديرها بالدند، سكالوب تاع الدند. كما تقدري ديريها بالصدر تاع الدجاج وتقطعيه رقيق، يعني تقدري تستعملي الدند ولا الدجاج. راح يعني راح نحتاج قطع تاع الدند كما راح نشوفوا، حوالي زوج حبات طوماطيش مقطعه دوائر، وزوج حبات بصلات صغار بهذا الشكل هذا، وحوالي كاس تاع لاكريم فريش. نجوزو مباشرة طريقة التحضير ونشوفوا يعني الوصفة تاع نهار اليوم، يعني روعة سهلة توجديها بالخف والطعم تاعها ما شاء الله. إذا هنا عندي مقلاة راهي تسخن، ندير شوية تاع لامارغارين ولا الزبدة، واللي ما تحبش يعني تتبع حمية ولا تقدري ديري الزيت عادي. إذا ندير كمية، إذا نرفد الزيادة فقط، وندير كأول مرحلة ندير هذيك الطوماطيش ندلها شوية تاع الملح، ما نكتروش غير طوماطيش فقط عفوا، وشوية تاع فلفل أسود. اذا نخليهم يعني مخلوهمش يطولوا بزاف، نديرهم على جهتين ياخذوا هذيك البنه تاع الزبده. اذا نكمل نفس الطريقه كامل الدوائر تاع الطوماطيش اللي عندي. اذا هنا نحيها ونكمل الدوائر اللي فاضلي، هي تشويحه خفيفه فقط. اذا في نفس المقله نزيد شويه فقط تاع المارغارين، يعني نشوف كل خطره نديرو كميه قليله فقط، وندير هذيك الحبه تاع البصل، يعني زوج حبات بصل صغار نديرهم، يعني حتى تطيح لنا مليح هذيك الحبه تاع البصل. نملح البصل تاعي، نملح شويه تاع الملح وشويه تاع الفلفل الاسود، يعني نفس الشيء، ونبقى نخلط فيها فوق النار حتى تذبل لنا ويطيب مليح. يعني هذاك البصل خليه يطيب حتى يتكرمل، يعني كما انا نشوفه بهذه الطريقه. هنا نحي. اذا في نفس المقله، فاش مليحه هذه الوصفه انه في نفس المقله نديرو كل شيء. نزيد شويه تاع الزبده وندير هذاك الدان تاعي يتحمر. نبدلو شويه اكثر يا سكالوب، يعني نجيبوه نقلوه، صدر تاع الدجاج ما نصيبوش نديرو به. نبدلو شويه الوصفات، ندلو شويه تاع الملح، كل حاجه نديرو لها قيس قيس باش ما يجيناش مالح، وشويه تاع الفلفل الاسود ونحمرهم من جهتين. اذا نحمر السكالوب تاعي من جهتين، يعني يطيب تماما، نقلبو. إذا هنا بعد ما حمرته من جهتين نحيه، نكمل يعني القطعة اللي بقات لي ونرجع لكم. إذا في نفس المقلة بعد ما نحيت هذاك السكالوب، ندير نص مغير فاص فقط تاع فارينة، نزيد معها كمية قليلة فقط تاع زبدة. نجرب كيفاش نحمصها باش الذوق تاعها يجيني بنين، ما يجينيش يعني بهذه الطريقة. تشرب بنا كامل، يعني البنة كامل واش درنا راهي هنا في المقلة تاع البصل طوماطيش تاع السكالوب. من بعد نزيد عليهم هذاك الكاس تاع لاكريم فريش، نزيدها عليهم، نوقف النار تماما. إذا نبقى نقلب غير بشوية، بهذه الطريقة ندلها شوية تاع فلفل أسود باش تجينا بنينة، ندلها بطبيعة الحال شوية تاع الملح، ما نكتروش، نبقى نخلط. إذا هنا نطفي عليها، الكريمة تاعنا راهي واجدة،
يعني غليها زوج ونطفي عليها. اذا هنا عندي امول يدخل للفوق مثلا، راح ندير زوج بهذه الطريقه. اذا نحط سكالوب تاعنا اللي طيبناه هو الاول، جرب كيفاش يعني نعدلهم فقط بهذه الطريقه، ندير عليهم دوائر تاع الطوماطيش بهذه الطريقه. طريقه بسيطه لكن نجيب بزاف بنين هاد الدجاج هذا، يعني هاد بعد ندير عليه كميه تاع البصل اللي كنت كرملته طيبته مليح، يعني راه كلش طايب لهنا. ندير عليهم كميه تاع لاصوص اللي خدمناها بنص مغرفه تاع الفرينه بهذه الطريقة، نمشيها على الوجه تاعها كاملة. وندير على الوجه تاعهم، هنا عمرت تنين، ندير على الوجه تاعهم جبن مبشور، ندخلو الكوشة يعني فقط ياخد لون على الوجه تاعو فقط ونخرجو، ما نخلوهش يطول بزاف لانه كلش طايب، باش السكالوب تاعنا يعني ما ينشفناش، يعني قادره تشعلو من تحت ومن فوق في نفس الوقت باش يحمر لك بالخف وتخرجيه. اذا ندخلو على 200 درجه نحمرو مليح ونعاود نرجع لكم فيما بعد ان شاء الله. طال ها اليوم هي خرجتها من الفوق، شوف الطبقه يعني تجي فيها الفخوماج وما يجيناش ناشف. هذيك الطوماطيش تزيد تطلق، يعني راح تكون اون صوص عاقده من تحت، ما يجيناش ناشف، يجي روعة هاد الطبق هذا. إذا نقسم لكم فقط منه شوية باش تشوفوا كيفاش يجينا. بسم الله، ها هو سكالوب في الوسط، زديت تبنة، هذاك البصل، هذاك الطوماط تطلق لنا تاعها روعة. إذا إلى الملتقى إن شاء الله مع وصفة جديدة، وإلى اللقاء.